بين الكابتن حسام بدري ومستر مانويل جوزيه؟ قول لي اوجه الشبه الاول. اوجه الشبه بين كابتن حسام ومستر مانويل، يعني انا مش بحس قوي ان في تشابه كتير، برغم ان الكابتن حسام طبعا قعد فتره مع مستر مانويل. لا، كابتن حسام ليه فكر مختلف كتير عن عن مستر مانويل. يعني هجومي ولا دفاعي؟ مستر مانويل هجومي اكتر. مانويل هجومي اكتر؟ طبعا. يعني شايف 3 5 2 دي اقوى؟ لا، مستر مانويل كان بيلعب بفرودين، كان بيلعب ببركات وجيلبرتو، يعني شبه فوق في الخط الهجومي. هل اللعيبه كانت بتطلع مستر مانويل جوزيه؟ طبعا، انه يعمل كده. هي امكانيات يا كابتن، هو كان معاه لعيبه عندها الامكانيات دي، هو كان عنده الثقه. اثنين عندك، اثنين ديفندارين، كانوا ديفندارين على مستوى عالي، اثنين واقفين في القلب. عندك وائل جمعه، شادي محمد، عندك امام النحاس، وظهرهم عصام الحضري. فبالتالي انت بتهاجم بارتياحيه جدا، عندك اللعيبه سرعات. ابو تريكه كان من اللعيبه اللي هي بيقوم بالدور الهجومي والدور الدفاعي، بركات بيقوم بالدور الهجومي والدور الدفاعي، جيلبرتو بيقوم بالدور الهجومي والدور الدفاعي. طب احنا نكمل الموضوع ده، ناخد بس كابتن عبد المولى مهنا مدير الكوره بنادي الرجاء. اهلا وسهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا بحضرتك كابتن ميلو، ومنور، والاستاذ الضيوف اللي معاك. يا ربنا يخليك، هتنورونا بكره ان شاء الله في القاهره. ان شاء الله باذن الله يا كابتن، الله يخليك، نوركم يعني. ربنا يخليك يا رب. يعني طبعا كل التوفيق لنادي الرجاء وجهازه وادارته، لكن قول لي ليه الوقعه اللي حصلت في اول اربع ماتشات يا كابتن؟ والله يا كابتن، لكل جواد كبوه، احنا يمكن معلش عمليه اللعيبه، تجديد اللعيبه يمكن كان عدد كتير، فعدم الانسجام يعني مش موجود عندنا لغايه دلوقتي. ولكن يمكن الكابتن عماد النحاس اشتغل على حته التجانس اللعيبه مع بعض، فيمكن ظهرت شويه في ماتش الداخليه، وكنا يعني نسبيا احسن من الشوط اللي فاتت، وان شاء الله باذن الله يعني يبقى اللي جاي احسن باذن الله. اكيد. يعني انا معلش هناقشك في حته عدم التجانس، وفي حته النادي الرجاء استغنى عن لعيبه كتير جدا، ودايما معظم الانديه يا كابتن يا عبد المولى دايما بتقع في نفس المشكله. ببقى صاعد بفرقه، والفرقه دي بقى نفسها تلعب دوري ممتاز، وعندهم يعني كل حاجه انهم ممكن يقدموا اقصى ما عندهم في الدوري الممتاز عشان يظهروا، وبعدين الانديه بتستغنى عنها، ونرجع نقول ايه يا ريتنا ما كنا استغنينا، وكنا خلينا حتى مثلا استغنينا عن 3 4 ودعمنا 3 4. شايف الظاهره دي كانت جايه بايجابيه لنادي الرجاء ولا جايه بسلبيه؟ والله يا كابتن كلام حضرتك صح، احنا يمكن التجربه بتقول عليها من سنتين كنا يعني خايزينها في الدوري، وكان يمكن اللعيبه بتاعتنا ولا لعيب مشهور، يمكن كان بالزبط. كنا مصدرين الدوري، كسبنا نادي عريق زي النادي الاهلي. احنا اولا ربنا يكرمه، اهم حاجه ماتش النجم الاتحادي، ربنا يخليك، فان شاء الله انت هتقف عندنا في برج العرب، ونشلكوا في دماغنا من فوق يعني. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك. ولكن ولا احنا جربنا فعلا التجربه دي من سنتين 2015، فنجحنا فيها ونزلنا بشرف، ونزلنا 43 بونت بالظبط، وكان كما قصينا اوقاتنا ان احنا نقعد في الدوري، وكان شكلنا كويس. بس السنه دي كان يمكن في يعني تحفيز، لازم يجيبوا لعيبه من الدوري الممتاز. العقودات احنا كانت قبل كده ب 100,000، فكنا متحجمين يعني، لازم يجيبوا اللعيب اللي من الدرجه الثانيه او الثالثه، وهم دول اللي جعانين كوره فعلا بالظبط. السنه دي كانت الدنيا كانت رايقه معانا، وعندنا يعني عقودات مليون يعني 400 مليون بالضرايب، فجبنا لعيبه دوري ممتاز. بس يعني احنا مش هنقوله اللعيبه مش قد المسؤوليه، لا، لعيب ممكن يكون يعني ايه جاي مثلا بيلعب في انديه كبيره بالظبط يعني. بالظبط، كلام محترم جدا. نادي الرجاء كلام محترم. العمليه يعني ايه بالنسبه له؟ الدوافع غير يا كابتن، الدافع بتاعه غير الدافع بتاع لاعب لسه بيدور على طموح. بالظبط، بس للامانه يعني كلهم بصراحه بيتمرنوا بجديه، ما فيش تخاذل في التدريب يعني. يعني جميع اللعيبه اللي بيلعبوا يعني عينه هاني الاجيزي، اسلام رمضان، احمد سعيد، اوكا، احمد صبري، اقسم بالله العليه بيتمرنوا بجديه زي اللعيب الدرجه الثالثه والرابعه. بس زي ما تحطك يمكن نفسيا اللعيب جواه برضك يعني، ولكن باذن الله مع مرور الوقت هيتاقلموا مع اللعيبه اللي هم اللي معانا من الاول من تحت، وباذن الله هيبقى في شكل كويس ان شاء الله. باذن الله كابتن عبد المولى، كل التوفيق ليك، وكل التوفيق لكابتن عماد النحاس، وان شاء الله تقدموا مستوى كويس هذا الموسم باذن الله. يعني كابتن سكوزا، لسه كنا بنتكلم، او خلينا نتكلم في اوجه الشبه والاختلاف بين مستر مانويل والكابتن حسام، وانت بتقولي ان كان مستر مانويل عنده